شطال من بياضين البلد. كم فوتهم فوتهم كم عم تساوي؟ بس هالطاولة لك الحنفية هيك عم تسقط كثير كثير هاي قول شوفها. في الأزمة رح أصلح المي أهم الطاولة لأن المي حضرمانية جدا. يلا سمكو يلا. يلا 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 ليكي؟ نعم. شو بالك زعلان؟ والله زعلانة يا سمكو. ليه؟ في عندي كثير تلاقي مية الغسيل ومية الجلي ماني عارفة وين بدي أروح فيها فهيك زعلانة كثير. أيوه. طب أنا عندي فكرة. شو هي الفكرة؟ شو رأيك هاي المي اللي عندك أنت تبعت الغسيل والجلي نستعملها لسمة جديدة؟ شغلة شو رايك نروح نسقي فيها الزريعة اللي عندنا بالبيت وممكن كمان نشتف فيها أرض الدار. والله فكرة حلوة كثير يا سمكو. طيب خلينا نعملها شو رايك؟ يلا أحسن ما نطلع المي موجودة. يلا 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 يلا, 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 يلا نسقي الزريعة. يلا بالمي. يا سلام يا سلام. يلا يلا بعد بعد يا يا عيني ترى ترى وفرنا المي. طبعا يا اطفال يا حلوين عرفتوا شو اليوم حلقتنا؟ حلقتنا عباره عن محافظة على المي وعدم هدرها لانها ضروريه بالحياه. لازم نحن دائما ما نهدر المي، لازم نستخدمها لشغلات ثانيه. حلو حلو كثير. عشان هيك خلينا نروح هلا نشوف غنيه الحلقه مع زميلنا. قطرة ماء لو تعرفها كم تخدمك وكم تهدرها يسر وجود الإنسان يا نعمة من الرحمن. قطرة ماء لو تعرفها كم تخدمك وكم تهدرها يسر وجود الإنسان يا نعمة من الرحمن. لا تسرف أبدا في الماء كي تحيا عيش السعداء. الماء نعمة فاحفظها لا تسرفها فتخسرها. لا تسرف أبدا في الماء كي تحيا عيش السعداء. الماء نعمة فاحفظها لا تسرفها فتخسرها. لا تسرف أبدا في الماء. لا تسرف أبدا في الماء. لو ترينا ما أغلى بالورد مزين ما أحلى بيقدم أحلى النشاطات من بيعطينا البسمات بينورنا ويوعينا كل الداعم عم يعطينا بينورنا وبيوعينا.